في هذا الفيديو الخوت غادي نوريكم شحال ديال الفلوس تقدروا ديروا من ماتش باي امازون وشحال ديال الفلوس انا كندير من ماتش باي امازون باش تعرفوا واش هذا البيزنس موديل غادي يصلح لكم ولا لا. قبل ما نوريكم باغي نهضر لكم على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، كاين بزاف ديال السلبيه بخصوص اي حاجه متعلقه بالعمل اونلاين. بنادم كيظن بلي غادي يدير الفلوس في البلاصه غيبدا الخدمه اونلاين. واش اخويا عندنا مازال الخدمه في ماتش باي امازون هادشي ساتوري، الخدمه في كي دي بي ساتوري، واش اخويا عندنا انا في 30 عام واش مشى عليا الحال؟ مالخر هادي راه ماشي هضره. الا كتفكر بحال هكا راك خاصك تبدل المايند سيت ديالك اخاي، لان الطريقه اللي كتفكر بها غالطه بزاف. عمرك ما غادي دير الفلوس في الانترنت الا كتفكر بحال هكا، وبالعكس الا كان عندك ذاك التفكير ديال باغي دير الفلوس بالزربه راك غادي تخسر الفلوس اونلاين، واللي غادي ياخذ لك فلوسك هو اللي غادي يجي يقول لك اجي صديقي انا غادي نبيع لك واحد الطريقه اللي غادي توريك كيفاش دير الفلوس في البلاصة في 10 دقائق دخل زبالة ديال الفلوس، هذاك اللي غيطير لك الفلوس ديالك اخاي. والاخي عدنان واش مازال الحال ندخل لماتش باي امازون؟ طبيعة الحال اصاحبي، ماتش باي امازون راه يلاه بادية، شحال عندهم 7 سنين باش بداو، راه مازال كيديفلوبيو في البلاتفورم، مازال تيكبروا الاسواق ديالهم، مازال لي برودوي بزاف غادي يجيو، ما كتشوفش شحال امازون كاملة كتكبر وشحال ديال الفلوس بنادم اللي خدام في امازون تيدير شحال، حنا تنضربوا في ماتش باي امازون وكان ما كانش الفلوس في ماتش باي امازون واش كتظن غنحمق راسي معاه هنايا؟ اصلا انا ماتش باي امازون دابا خدام ليا باسيف وتيدخل فلوس زوينه كل شهر. حيدوا عليكم الله يرحم لكم الوالدين هاد السلبيه هذه اللي غتخرج عليكم والله. كاين اللي كيقول لك راه كدير الفلوس من ماتش باي امازون لانك بديتي في 2018، ولا راك غلط. كاين الناس اللي بداو في 2015 وما كيضربوش حتى 1% من داكشي اللي كنضربو انا جاي في 2018، وكاين الناس اللي جايين في 2022 وعندهم المونتاليتي ديال القتيله ديال باغي نطحن باغي نفرقع بابا هذاك الدولار، كيجي وكيخدم مزيان وكيبدا يدخل حتى هو الفلوس. ترى انا راه دايز بقى انت جالس مع راسك في ركنا كتشمش. كون بوزيتيف اصاحبي ولقى الحل باش انك انت تدخل الفلوس من ماتش باي امازون. الا ما لقيتيش الحل انت راه ما كاينش اللي غيلقاه لك. كاين اللي كيقول لك ماتش باي امازون راه ساتوري عدنان. صديقي الا جيتي تشوف العالم كامل ساتوري. انت اللي خاصك تلقى الحل كيفاش تدخل تلقى واحد الكاب واحد الثغره منين تدخل ودير الفلوس. الا بقيتي كتفكر بالمايند سيت ديال كلشي راه ساتوري راه عمرك ما غادي تلقى شي حاجه ماشي ساتوري وعمرك ما غادير الفلوس من الانترنت. راه دائما غادي تكون الكونكورونس، وفين ما كتكون شي حاجه زوينه فيها الفلوس وفيها الفالور راه غادي تلقى فيها الكونكورونس، لان كلشي باغي يستافد. الناس اللي كيديروا الفلوس راه كيعرفوا واخا كاينه الكونكورونس غادي يدخلوا ويلقاو شي طريقه باش انهم يطحنوا بابا هذاك الكونكورونس ويطحنوا بابا هذاك الدولار. فهذا هو المايند سيت اللي نبغيك اخاي يكون عندك. دابا اجي نهضروا على شحال انايا كندير من ماتش باي امازون. غنوريكم لي ريزولطا ديالي اللي خديت لهم سكرين شوتس وفيديو بزاف ما خديت لهمش سكرين شوتس ما كاينش الوقت ولا كنسى، وهادشي غير على حساب لي فور اللي درت باش نتعلم كيفاش داير الخدمه في ماتش باي امازون والوقت اللي عطيته والابليكاسيون اللي ابليكيت وشحال الايام سهرت وكذا وكذا. لي ريزولطا راه سا ديبون على لانديفيديو، ولكن هادشي اللي غادي نوريكم على الاقل غادي يعطيكم واحد ليدي ديال شحال تقدر تربح من ماتش باي امازون. في الشهر الاول ديالي اللي خديت ماتش باي امازون سيريوزمون درت في نهار واحد 25 ديال المبيعات و100 دولار ديال الرويالتيز ولا الارباح في نهار واحد. واش تقدر دير 100 دولار في نهار واحد في الشهر الاول ديالك؟ اه بطبيعه الحال. في الشهر ديالي الخامس درت 124 سيلز في نهار واحد، الرويالتيز ولا الارباح كانوا ناقصين شويه لحقاش كنت كنكونسونطري على انني نبيع مبيعات بزاف وما شغليش في الرويالتيز لانني بغيت نطلع دغيا في النيفو، يعني ندير تير اب دغيا. وكنت كندير تير اب الخوت مره في الشهر وشي نوبات جوج المرات في الشهر. وفي شهر 12 من ذاك العام ديال 2018 درت 351 سيلز في نهار واحد و1246 دولار في نهار واحد ديال الرويالتيز. وغير مؤخرا كنضربوا 2000 3000 سيلز في نهار واحد. وباش تبني الكونت ديالك وتطلعوا لهاد الدرجه ديال انه يبدا يدير فلوس بحال هكا راه خاص الخدمه، خاص العزيمه، خاص المقاتله، خاصك تسهر، خاصك تعلم حوايج جداد، حتى حاجه ما كتجي سهله. ولكن الا كتعرف شنو كدير، الا لقيتي شكون اللي كيديك راك غتقدر تختصر بزاف ديال الحوايج اللي ممكن ما تعرفهمش بوحدك. بزاف ديال الناس انسبيراو ملي شافوا هاد السكرين شوتس هاد، ولكن بالنسبه ليا كنقول الا قدرت ندير هاد النتائج هادو راه نقدر ندير ما كثر وما كثر. خاصني غير نعرف كيفاش نسكيل البيزنس ديالي مزيان، وداك الشيء اللي قدرت الحمد لله نحقق ومازال الخير جاي. كما كيقولوا ذا سكايز ذا ليميت. ومن احسن الاشهر ديالي في ماتش باي امازون كان شهر اوت ديال العام اللي فات اللي دخلت فيه 107000 دولار في شهر واحد،
وهذا الشيء اللي كتشوفوه في الايميل ديال الخلاص اللي جاني من عند ماتش با امازون. وبالنسبه للناس اللي يقدروا يقولوا لك هذا سكرين شوت راه غير فيك وكذا، اجي نوريكم الفيديو اللي كنت خديت في انستغرام ستوريز باش نوريكم السيلز ديالي لايف وكيف ما كيتحدثوا وكيطلعوا. هذا الشيء ما يتقدرش يتفيك. ولا ما بغيتيش تثيق بان كاين واحد البوتونسيال كبير في ماتش با امازون بحال هذا الشيء اللي كنوريكم، راه انت اللي عندك المشكله. هاكو الخوته واحد ابديت جديد، 1294 سيلز، $6,000 وسبندينا في العاد غير $543. شنو بان لكم 2000 سيلز هاد النهار؟ يا مسهل الخوت. بغيت نعطيكم واحد ليتل ابديت. هانتوما كما كتشوفوا الحمد لله ضربنا 2000 مبيعه في نهار واحد في ماتش با امازون و $9,456 ديال الرويالتيز. كتحيد منها 1292 ديال الاد سبند. هاي عاد زاد شتيها لايف الخوت، ثلاثة ديال المبيعات زادو حنا لايف، كتحيد منها هاد الاد سبنت وكيبقى لك داكشي نات. الله يسهل على الجميع. بغيتي تبدا في التجارة الإلكترونية وبالضبط في ماتش با امازون، تقبلتي ولا شريتي حساب وبديتي كتفرج فيديوهات في يوتيوب ولكن مازال دايخ، واخا المعلومة موجودة ولكن كتجيك مشتتة على بزاف ديال الفيديوهات وصافي انت فشلتي وما بقيتيش باغي تكمل. ولا تقدر تكون انت بديتي ولكن ما كتبيعش، كتحس براسك بحال اللي غير كتضيع الوقت. كتشوفنا كنضربوا ارقام بحال هادو في النهار وكتكون ناري مع مرني ما غنوصل لهذا المستوى، ولا كتقول هادو مخبين علينا شي سير. راك غلطة صديقي، المشكل اللي عندك هو عندك المعلومات مشتتة وما كتعرفش تطبق وما عندك شي منتور اللي غادي يوجهك. ما تيأش، جبت لك الحل. بزاف ديال الناس اللي في نفس الموقف ديالك كيصيفطوا لي كل نهار في البريفي وكيطلبوا لي ندير لهم كوتشين باش نعلمهم كيفاش يخدموا بالطريقه اللي كنخدم بها انا، ولان كتعجبهم الطريقه اللي كنشرح بها. صراحة ما عنديش الوقت باش ندير كوتشين لكلشي، فقررت باش نجمع 100 ديال الاشخاص اللي يلاه بادين ونشرح لهم كل شيء اللي غادي يحتاجوه باش يبداو الخدمه في ماتش با امازون، ومشي معاهم دقه دقه. غادي يكونوا الحصص لايف على المباشر وغادي تقدروا تسولوني لايف على المباشر بحال اللي راحنا جالسين في شي قسم. المعلومه غادي تدخل لك صحه لراسك ماشي بحال الفيديوهات ديال يوتيوب. السر هنايا هو الانتراكسيون، كتهضروا معايا وكنهضر معاكم، كتسولوني وكنجاوبكم، وهذا الشيء اللي الفيديوهات ديال يوتيوب ما كيجعلوناش نقدروا نديروا هذا الشيء هذا واخا فيهم كميه هائله ديال المعلومات. مرحبا بكم في MBA Masters Live Course. ها شنو غادي تتعلموا معايا لايف على المباشر. الكوريكولوم غيكون عامر والكاليتي دايز هالكلام. راكم عارفين داكشي اللي كندير كي كيكون كميه المعلومه هائله. ومن غير داكشي مازال نزيدكم في البلاتفورم اللي غادي تسجلوا فيه، غادي تقدروا تسولوني ولا تسولوا بعضياتكم اي سؤال وتناقشوا فيه باش كلشي يستافد. بحال اللي راه حنا في شي جروب بريفي ديال فيسبوك ولكن غير ديالنا بوحدنا، وهذا الشيء اللي غادي يشجعكم ويحمسكم ويجعلكم تخدموا مزيان وتوصلوا لنتائج ممتازه. الكورس غادي يكون فيه 7 ديال الحصص على المباشر لايف كل نهار ملي يبدا الكورس، وكل حصه فيها ساعه على الاقل واسئله واجوبه في اخر كل حصه. راه ما يمكنش ما تدخلكش المعلومه في راسك وما يمكنش ما تطبقش المعلومه بالطريقه اللي خصك تطبقها بها، وهذا الشيء اللي كيصنع الفارق كامل. المعلومات ديال كيفاش تشارك معنا في الحصه على المباشر غادي تصيفط لك في الايميل كل نهار قبل ما تبدا الحصه، فتاكد انك ملي تشترك تشترك بايميل اللي يكون خدام، والايميل يقدر يطيح في السبام فخصك تقلب حتى في السبام ومن بعد وايت ليستي داك الايميل باش ما يبقاش يطيح في السبام. والحصص غادي يكونوا في المساء باش كل شيء يقدر يشارك معنا. ايوا ما بقى لي ما نقول، جا الوقت باش تسمر في راسك وتبدل حياتك. ما عليك غير تسجل وتقول بسم الله قبل ما يتسالوا البلايص. نشوفكم في الحصه الاولى ان شاء الله. وباش نفكركم الخوت اللي محتاج حساب ديال ماتش با امازون ولا كتعرفوا شي واحد محتاجه، راه عندنا السيرفيس ديال لي كونت، كتاخذوا معاه ماشي غير الكونت، كتاخذوا حتى اللايت اديشن ديال الكورس ديالنا 200 بلس نيشز وسكيلبل فريزز، كلشي داخل في الثمن اللي هو $70 والمتابعه في اي بي سبورت وداكشي هذا كامل الخوت. كنعطيكم حتى كراش كورس بالنسبه للناس اللي ما عارفينش على ماتش با امازون، غتقدروا تعرفوا كل شيء في الكراش كورس اللي غنخلي لكم اللين ديالو لتحت حتى هو. وكاين حتى 200 بلس نيشز تبداو تخدموا بهم وتقولوا بسم الله، حتى هما غنخلي لكم اللين ديالهم لتحت باش ما تقولوش ما عنديش عزاز. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، خليوا واحد اللايك، اشتركوا في القناه، خليوا لي شي سؤال لتحت في الكومنت، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.